تفضلي يا محمود، تفضلي ادعيهم. طب ادعي شو ما عجبوكي بيبات؟ لا مو شيت هيك ابو وصفي، بس انا يعني ما بيواتيني صاير البيض، كبدي عم يجعني منه، عم بصير معي تحسس. بس ويني؟ اللبنات ممتازه. لا حامضين شوي، شو ما عندكم غيره؟ ما بينعز عنك ابو وصفي هذا الموجود. شو محمود؟ شايفك ما رديتي لي جواب. شو غزلاني؟ هيك شغلات ما بدها خجل، هي حال الدنيا. شو قلتي؟ نتوكل على الله؟ هلا اجل لي هالموضوع ابو وصفي، ما له مناسبه، انا عاوزتك بموضوع تاني. مريدي يا محمد، امري اي شيء، بس ويني ما يكون لازمك مصاري، حاكم مالي حامل. لا طمن بالك، عاوزتك انا بموضوع المخدره. شو دريتي؟ شوفي انا كنت بدي اقول لك بس ما اجت المناسبه. اما اذا صار يا سلام، بيكون من حظك يا ام احمد، لانك بدك تصيري مرت المختار. شو؟ ليش ناوي تصير مختار؟ ليش لا؟ ليش لا؟ قاعد بهالمكتب وقاعد، ختم من هون، توقيع من هون، معاملة مارقة من هون، المهم مصلحة فيها قرشين نضاف على باب المستريا، وليش لا؟ وبيني وبيني عم بشتغل لها، لأنه أنا سمعت هذا أبو إبراهيم ومنظر عليها، مو بس هو كثار اللي طمعانين فيها، بس هي هالشغلة يا أم أحمد راكبتني ركب وما بيسترجع حدا ياخذها مني. لك وين الشاي؟ وين الشاي؟ يلا جاهز.